ما الذي تعني لافتة المنع المرورية الإلزامية في الصورة؟ العلامة دي معناها إيه؟ خمس ثواني. أسماء، خطفت البازر في الثانية 18. إجابتك ممنوع الانتظار. ممنوع الانتظار، إجابة خاطئة. مش ممنوع الانتظار، في إجابة. خالد، ممنوع الدخول. ممنوع الدخول، إجابة خاطئة. أنا عايز أتناقش مع جنى. جنى، كنت سامعك بتتكلمي، كنت بتقولي إيه؟ كنت محتارة، ممكن تكون التوقف، مش عارفة. طيب عشان تبقوا فاهمين العلامة دي، لما تشوفوها في الطرق، العلامة دي معناها الطريق مغلق، ممنوع المشي في الاتجاهين. العلامات دي مهمة جدا ولازم نتعلمها من دلوقتي. نهاية الفقرة والنتيجة: 55 أم المؤمنين، 40 الدلتا الدولية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة.